السلام عليكم ورحمة الله، نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون، نستهلها بالعناوين. والمحام يقول إن مناضلي حزبه أوصلوا رسالة هامة، مولد جاي يؤكد السعي إلى وضع حزب سياسي واحد. انطلاق النسخة الخامسة من مهرجان ليالي المدح في نواكشوط، والقائمون على المهرجان ينتقدون غياب الرعاية الرسمية. جرحى في مالي بينهم قادة سياسيون خلال فض قوات الأمن، مظاهرة خرجت في العاصمة باماكو. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا عن بدئه عملية تنصيب المراكز والفروع والأقسام والاتحاديات في نواكشوط خلال شهر رمضان، على أن يبدأ عملية التنصيب في الداخل بعد رمضان. وقال رئيس الحزب سيدي محمد المحام خلال مؤتمر صحفي في نواكشوط إن مناضلي الاتحاد من أجل الجمهورية قد أوصلوا رسالة وصفها ببالغة الأهمية وعالية الجودة. إطلاق حملة تنصيب المراكز والفروع والأقسام والاتحاديات اللي قادم عليها نواكشوط، واللي ارتعوا الإخوة في اللجنة أنهم يبدوها خلال رمضان لعدة أسباب موضوعية. ياك يعودوا يصيبوا ما بعد رمضان للمناطق الداخل. أيضا الفرصة الثانية حالا نشكر كافة الطواقم الحزبية اللي اشتغلت على الموضوع، سواء في نواكشوط وسواء على كافة التراب الوطني، ونأكدوا على أن الرسالة السياسية اللي وصلوها مناضلين حزب الاتحاد من أجل الجمهورية من خلال اندفاعهم ومن خلال التزامهم العالي بمبادئ الحزب وبتوجهاته وباندفاعهم وراء هذا البرنامج القائم على رؤى وتصورات فخامة رئيس الجمهورية الأخ محمد بن عبد العزيز، وكل مرحلة وراء مرحلة يأكدوا فيها وقوفهم في هذا الصف اللي هو وعلى هذا الخط اللي هو وتمسكهم به دائما، وصل رسالة سياسية بالغة الأهمية وعالية الجودة. قال وزير الاقتصاد والمالية عضو لجنة تشخيص واقع حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وتفعيل هيئاته المختار للجاي إن المساعي الحالية تتجه نحو وضع حزب سياسي واحد لا عدة أحزاب، وإن ذلك يقوم على الوفاق والاستعداد لإخراج هيئات تمثل الجميع. وأضافه للجاي خلال مؤتمر صحفي في نواكشوط أن الإصلاحات التي تم اتخاذها ووافق عليها المجلس الوطني والمكتب التنفيذي للحزب تنحو هذا المنحى وستفرضه. احنا متباركين مع نوضع حزب، حزب واحد مهما احزاب متعددة، وبالتالي نقطة اعلن إلعاد في المراحل الماضية كانت فيها مراحل التنافس، مراحل إثبات الوجود، مراحل إظهار كلها اعلن هو اللي خالق ورك. عندنا مرحلة أخرى هي مرحلة الوفاق ومرحلة الاستعداد لإخراج هيئات تمثلنا كاملين، والإصلاحات اللي تم اتخاذها واللي وافق عليها المجلس الوطني والمكتب التنفيذي للحزب إصلاحات تمشي في ذا الاتجاه، ولا هي تفرضوا ومونك اللي لا تفرضوا قاع هي كإصلاحات يا غير، يلا الدنيا تعودك متبنيته وعايشته وفاهمته ومعاونة فيه، لأن الهيئات القاعدية كاملة كيف تعرفوا لا هي تخلق لا بالاتفاق العام والله كلها بعد ذاك اللي يمثل جابره، لأنها كامل لا يتعود على شكل انتخابات نسبية، معناها كلها عنده 1% عنده 2% عنده 50% عنده 40% لا هي يجبرها. قال هذا مو نكلو ياك يعودوا الهيئات لا يتعود هيئات ذات نوعية ويعودوا أرواق يجل فيها أرواق يجل قدوا يتحملوا المسؤولية، مو نكل جو يعود جو توافقي. انطلقت في العاصمة نواكشوط أعمال النسخة الخامسة من مهرجان ليالي المدح التي ينظمها مركز ترانيم للفنون الشعبية، وعبر المشرفون على تنظيم المهرجان عن امتعاضهم من استمرار غياب الرعاية الرسمية للمهرجان والتركيز على المجهود الذاتي. نتابع التفاصيل في هذا التقرير.
جيل جديد على خط الحبيب، هكذا جعل منظمو مهرجان ليالي المديح عنوان النسخة الخامسة من مهرجانهم السنوي، والذي أطلق مركز الترانيم للفنون الشعبية النسخة الأولى منه قبل 5 سنوات. ويأتي اختيار هذا العنوان للمهرجان نظرا لاستحواذ فئة الشباب على نسخته الحالية، بعدما قال المركز إنها عملية بحث واسعة نظمها على امتداد التراب الوطني. يشارك في نسخة هذا العام جيل جديد من الشباب المداحة، تم اكتشافهم من خلال عملية البحث اللي يقوم بها مركز ترانيم للفنون الشعبية في مختلف مناطق موريتان. وقد بدأ هؤلاء الشباب تقديم عروضهم مركزين على الابتهالات الدينية ومديح النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. لا يعكر صف عروض المهرجان المديحي في نسخته الحالية إلا ما تحدثت عنه إدارة المهرجان من غياب الرعاية الرسمية منذ انطلاق النسخة الأولى، رغم أن المهرجان يتضمن 5 سهرات تنعشها فرق قادمة من مختلف جهات الوطن. اليوم والسنة الخامسة حتى الآن المهرجان يخلق بدون أي راعي رسمي، أي راعي رسمي، والسنة الخامسة للسنة الخامسة مهرجان ليالي المدح يخلق بخمس ليالي بهذا الجو ذا هو، وبهذه السينوغرافيا ذا هي، وبهذا التنظيم ذا هو، وذا من العمل وذا من الناس اللي تشتغل فيه بدون أي راعي رسمي. ووفق إدارة المهرجان فإن المشاركين بلغوا 40 مداحا بالإضافة إلى عدد من المداحة المساعدين المعروفين شعبيا بالشدادة، وتتنوع هذه الفرق من حيث مضمون المادة المقدمة والذي يطغى عليه المديح النبوي والأذكار والابتهالات، وتتشكل من كلا الجنسين، وقد حضر عروضها في الليلة الافتتاحية عدد من المنتخبين والمسؤولين وبعض من جمهور الثقافة. اختتمت جمعية التعاون للأعمال الخيرية النسخة الأولى من مسابقتها السنوية في مجال القرآن الكريم، ووزعت جوائز تكريمية على الفائزين فيها، وقد شارك في المسابقة المنظمة بنواكشوط العشرات من حفظة القرآن الكريم، وأشرفت على تحكيمها لجنة تضم عددا من القراء والأئمة. إن كل واحد من حملة كتاب الله تكريمه جاء من الله عز وجل، ولكننا نحن أيضاً نكرم من كرمه الله. كان شعارنا في هذه المسابقة المباركة تكريم أهل القرآن في شهر القرآن. إن اليوم كما ذكر الأخ المقدم في هذه اللحظة اخترنا هذا الشهر عن قصد، واخترنا هذا اليوم عن قصد، يوم الفرقان يوم 17، وهو من الأيام التي ورد في بعض الآثار أنها أنزل فيها القرآن كاملاً إلى البيت المعمور، ثم بعد ذلك أنزل إلى هذه الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنزلت الكتب السماوية في هذا الشهر المبارك. هذا شهر الله، أراده الله عز وجل أن يكون شهر قرآن، ونحن اليوم نفخر أيضاً أن هذا الجامع اليوم قرئ فيه كتاب الله كاملاً من طرف هؤلاء حملة كتاب الله عز وجل، وهذا يشرف هذا الجامع المبارك. نظمت جمعية روافد الخيرية روافد الخير لتنمية مقاطعة واد الناقة ندوة حول موضوع مشاهد وعبر غزوة بدر الكبرى، شارك فيها عدد من أعضاء الجمعية وبعض الأئمة والفقهاء، وتطرق بعض المتدخلين في الندوة لمحاور بينها تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته مع الوقائع والأحداث. وبدون ترتيب لهذه العبر نأخذ أول فكرة، وهي ثمرة التربية الإيمانية العميقة التي تجلت في تعامل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع الوقائع والأحداث دون تلجلج ولا تأخر.
رغم المفاجأة، ورغم أنهم لم يستعدوا، ورغم أن العدد الباقي الكبير في المدينة يود لو شاركهم شرف الجهاد والوقوف في صفوف العقيدة والدفاع عن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يوم رأوا أن الأمر جد وأن النبي صلى الله عليه وسلم ماض لشأنه في القتال طابت نفوسهم بذلك. نظمت جمعية الإصلاح للأخوة والتربية ندوة في نواكشوط حول الانتصارات في شهر رمضان، شارك فيها عدد من العلماء والفقهاء والباحثين، وبحثت الندوة محاور من بينها الأحداث والنتائج في غزوة بدر الكبرى وأبرز الأحداث الرمضانية ثم النتائج وتنزيلها على الواقع. على أن ما قد يخفى على كثير من المسلمين وهو أن هذا الشهر شهر الصيام، شهر مفترض أنه يرمض الأجسام ويضعفها، هو شهر انتصارات عسكرية للمسلمين، شهر عرف معارك كانت حاسمة في تاريخ الإسلام بل وفي تاريخ البشرية جمعاء. ولا غرابة في هذا، لأن الصوم بنص القرآن يهدف إلى التقوى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد ذكر الله في أكثر الموضع في كتابه أنه مع المتقين، وما دام الله مع المتقين وتلك المعية معية نصر وتأييد، فلا غرابة ولا غرو في أن يكون شهر الصوم شهر انتصارات وفتوحات. إقليميا، أصيب 16 شخصا بينهم قادة سياسيون معارضون بجروح في مالي خلال تفريق قوات الأمن مظاهرة خرجت في العاصمة باماكو تدعو لتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة عبر إشراك مختلف الأطراف فيها. وتسعى مالي لخوض انتخابات رئاسية في 29 يوليو المقبل، وقد وصل عدد المترشحين لها نحو 15 مترشحا بينهم الرئيس الحالي إبراهيم أبوبكر كيتا. تفاصيل أوفى نتابعها في هذا التقرير. إصابة أزيد من 16 شخصا بجروح في مالي بينهم المترشح لانتخابات يوليو الرئاسية وزير المالية والاقتصاد السابق مامادو إيغول بيارا، وذلك خلال احتجاجات خرجت في باماكو وشارك فيها مئات المواطنين تدعو لتنظيم انتخابات حرة وشفافة. وتدعو المسيرة التي نظمتها تنسيقية من أجل التناوب والتغيير، وهي تنسيقية سياسية معارضة تدعو إلى تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة. وكانت السلطات المالية قد رفضت الترخيص للمسيرة، واعتبرت أن حالة الطوارئ في البلاد لا يزال العمل سار بها، غير أن المعارضة رفضت الاستجابة لذلك، فخرجت داعية إلى أن تكون الانتخابات شفافة وأن تشرك مختلف الأطراف في عملية تنظيمها. وقد وصل عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية المالية نحو 15 مترشحا بينهم رئيس البلاد الحالي إبراهيم بوبكر كيتا الباحث عن مأمورية ثانية، كما تضم قائمة المترشحين بعض القادة المعارضين والوزراء السابقين وعسكريين مستقيلين. وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارة لمالي قبل أيام إلى تنظيم انتخابات شفافة وحرة ونزيهة، معبرا عن دعم الأمم المتحدة لمالي في هذا الجانب وفي الجانب المتعلق بالسعي إلى استتباب الأمن في البلاد. وقد أعلن قبل أيام عن تأسيس تنسيقية معارضة جديدة تسعى للمشاركة بمرشح موحد في الانتخابات الرئاسية يكون قويا وقادرا على منافسة إبراهيم بوبكر كيتا على كرسي الرئاسة. وأعلنت التنسيقية عن دخولها في مفاوضات وتشاورات موسعة هدفها التوصل إلى مرشح وحيد بدل تعدد المترشحين من داخل ذات الطرف السياسي المعارض. مغاربيا، تسعى الحكومة التونسية وفق مصادر دبلوماسية لوكالة رويترز إلى رفع أسعار المحروقات خلال الأيام المقبلة،
وتأجيل زيادة أجور موظفي القطاع العام إلى غاية العام المقبل. وحسب ذات المصادر فإن تونس تسعى إلى بيع سندات قيمتها المالية مليار دولار من أجل المساعدة في سد عجز الميزانية التي تضررت جراء الأزمة الاقتصادية. نتابع التفاصيل في التقرير التالي. قال مسؤول حكومي ومصادر دبلوماسية لروترز إن الحكومة التونسية تنوي رفع أسعار الوقود خلال أيام، في حين تريد تأجيل زيادة أجور موظفي القطاع العام حتى السنة المقبلة لتلبية شروط صندوق النقد الدولي، ومن ثم التأهل لتلقي شريحة جديدة من القروض. وقال مسؤول حكومي إن تونس ستتبع أيضا سندات قيمتها مليار دولار خلال أول أسبوعين من يونيو حزيران الجاري للمساعدة في سد عجز الميزانية التي تضررت من أزمة اقتصادية عميقة. وتوصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق في العام 2016 لمساعدة تونس ببرنامج إقراض مدته 4 سنوات تبلغ قيمته حوالي 2.8 مليار دولار، مرتبط بإصلاحات اقتصادية تهدف لإبقاء العجز في ميزانية البلاد تحت السيطرة. وقال مسؤول حكومي هنالك تعديل متوقع لأسعار المحروقات في الأيام القليلة المقبلة في ظل ارتفاع الأسعار، فإن دعم الطاقة سيصل إلى 1.5 مليار دينار 580 مليون دولار، متوقعة إلى 4 مليارات دينار في العام 2018. وأضاف لذلك لا خيار لنا إلا تعديل جزئي في الأسعار بنحو 70 مليما في اللتر، أي بزيادة بنسبة 3.8 في الأيام القليلة المقبلة، في حين يرى صندوق النقد الدولي أن الزيادة يتعين أن تكون ب 100 مليم على الأقل هذه المرة. وستكون الزيادة المقبلة في أسعار المحروقات هي الثالثة هذا العام بعد زيادة في مطلع العام وأخرى في مارس الماضي. ويطالب صندوق النقد الدولي بأن تبلغ الزيادة في أسعار المحروقات خلال العام 2018 بالكامل حوالي نصف دينار تونسي في اللتر الواحد، ولكن الحكومة تريد أن يكون التعديل محدودا لكبح التضخم. ومن المحتمل أن تواجه تدابير التقشف الجديدة مقاومة من اتحاد الشغل ذي النفوذ القوي وربما أيضا من عامة الناس. وكان اتحاد الشغل قال نهاية الشهر الماضي إن الحكومة تتبع سياسة المماطلة وربح الوقت في مفاوضات الزيادة في الأجور. نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها. والمحرم يقول إن مناضلي حزبه أوصلوا رسالة هامة، مولد جاي يؤكد السعي إلى وضع حزب سياسي واحد. انطلاق النسخة الخامسة من مهرجان ليالي المدح في نواكشوط، والقائمون على المهرجان ينتقدون غياب الرعاية الرسمية. جرحى في مالي بينهم قادة سياسيون، خلال فض قوات الأمن مظاهرة خرجت في العاصمة باماكو. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات برامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. شكرا لحسن المتابعة، السلام عليكم.